ما شاء الله وفي شيء سنة اجواء جديده علينا في حصه الحلول، ما شاء الله تبارك الرحمن. فودي تستفتح مع الشباب ويجيني استاذ عايض. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حياكم الله جميعا، كيف حالكم؟ طيبين؟ اليوم كثير منكم جاني، وش بنسوي اليوم؟ انتم ما شاء الله عليكم متحمسين تبون الشغل، فاليوم نبي نخليه يوم مفتوح زي ما اتفقنا في الحصه اللي راحت، وراح نتفق مع بعض. احنا راحت اربع حصص، باقي لنا كم؟ باقي لنا اربع حصص غير اليوم. حلو، فبنخطط وناخذ افكاركم وش راح نسوي في الايام الجايه، في الحصص الجايه. طبعا مثل ما تشوفون انتم المكان حق حلول امتلأ، ما عاد نقدر نسوي شيء، صح ولا لا؟ يمدينا نسوي حاجه الحين؟ ما عاد يمدي، ما عاد في مكان، ضيق، بنقعد نضيق. ف نسقت مع الاداره، طبعا خذنا الارض اللي وراكم تشوفونها، ايوه، احتمال الى الان ما جتنا الموافقه، فان شاء الله في افكار قويه ممكن نبدا فيها ان شاء الله الحصه الجايه، ونبدا في المنطقه اللي وراكم. فاليوم زي ما قلت لكم يوم مفتوح، راح نسولف مع بعض، راح ناخذ اقتراحاتكم، راح ناخذ ونعطي، اي واحد عنده فكره ناخذها منه ونشوف هل هي تناسب، نقدر نسويها ما نقدر نسويها. فاللي الفكره اللي نشوفها مناسبه وتصلح في المكان المناسب هنا راح نطبقها ان شاء الله. فانتم اليوم اخوانكم الفريق الاحمر راح يقول لكم كلمه، تفضلوا يا احمر. يا مرحبا يا مسهلا، والله يحييكم تحايا المطر، انتم شبكتوا بالجميل والعلم الطيب، واليوم النشامه الفريق الاحمر قدم لكم ضيافه لطيفه خفيفه، تقدمهم بدر جعله يسلم، والشباب كلهم كل منهم له دوره. تكلموا يا شباب، رحبوا بزملائكم. ارحبوا يا رجال، الله يحييكم، مرحبا ومسهلا. يا هلا والله، شيء بسيط ولا حقكم في الشحن من العلوم الطيبه؟ قليل في حقكم والله. اسكريم اسكريم ما يمشي من الشحم، بنادره زي اللهب زي العافيه. وقف الله يحييك، تفضل تفضل تفضل. اول شيء مشرفينا مشرفين، الله يحييك يا شباب. استاذ عايض مشرفينا، الفناجيل وين؟ شغل الفنجان يا ولد، الفناجيل الواحد يجي يسوي لك لما تقول الهجوم. لا كل واحد مثلا ممسوكين الحين، يعني كل واحد هذا الفناجيل. الله يكثر خيركم ويبيض وجهكم. كل الفناجيل خلص وعابد. طبعا بما ان ذا بتكلم مع طلاب، اول واحد يلا انت اول بجيكم بجيكم لا ما انا مقدم بجيكم والله مقدمينك القهوه. يلا صار طبعا يلا حيوا يلا حيوا تمر. شكرا لك يا عابد، يا سلام. تخيلي من المزرعه، ما شاء الله ادم خاز سميت، ما شاء الله يا الفتى، ما شاء الله. قالوا الشباب يوم مفتوح اليوم، قلت نبي نشارككم، ما شاء الله. هذه مزرعه، هذه بعد ما شاء الله. معاكم معاذ عبد الكريم المطيري. من وانا صغير كنت اناظر واشوف افلام كرتون لدرجة صرت اقلدهم. خلونا نعطيكم مثال على السريع. ها هنا منزل جدتي، يا ترى ماذا ينتظرني هناك؟ الكعك الطازج ام العصائر ام الشطرة المغطاة بالتطريز؟ الآن شاركت في مسرحيات وإعلانات مسلسلات، كل هذا فضل ربي ثم أمي، والآن صار عندي صيت كبير في التمثيل، وهذا وأنا عمري 13 سنة. في المستقبل راح أشارك في أفلام ومسلسلات سعودية وعربية وعالمية، صدقوني زين، راح أشارك في هوليوود وراح أمثل السعودية غير تمثيل. مستمعينا الكرام في إذاعة يؤف أم، أنا أخوكم عمر بن السيد أرحب فيكم اليوم. معكم فيصل مطيري من برنامج المدرسة باء والفصل الأصفر. أهلا بكم في حلقة جديدة من إذاعتنا المرئية. نلتقي اليوم بموضوع جديد. أعزائي المشاهدين لقناة بداية والمستمعين لإذاعة يؤف أم الشريك الرسمي، أهلا بكم في حلقة جديدة. أعزائي المشاهدين في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته، وأسعد الله مساكم بكل خير. أنا اللي أحب الأستاذ الإنجليزي
إنه مهما أغلط في الإنجليزي يساعدني يحاول 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 لما عرفت الإنجليزي. جميل. التسامح شيء حلو وبيخليك تعيش حياتك بسلام ولا تكون عندك مشاكل مع أحد، ومن سامح أجوها لله. أنا ممثل أو مخرج كاتب سيناريو أي شيء له علاقة بالمجال هذا أنا أحبه والله. الحمد لله جهد منا وجهد من اللي صوتوا لنا نشكرهم. يا سلام. وإن شاء الله نبقى إن شاء الله نكون المركز الأول. محمد الرياضي إيه؟ إنها تحب فريق أكثر من لازم. اسمحوا لي إني أخذ اتصال مع المستشار التربوي الأستاذ عماد الشريف. أهلا وسهلا فيك يا أستاذ عماد. مع الدكتور محمد المطيري مختص في تطوير الذات. يا أهلا ومرحبا يا دكتور. معنا الآن عبر الهاتف المستشار ومدرب التطوير أنس الجعوان. الله يحييك يا أستاذ أنس. مرحبا بالأستاذ. جيب لكم أكل. أيوه العظيم. اصبر 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 اصبر. ها امسك 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 لا انت والله عاي هذه مكرونه بشاميل ذي يلا يا شباب اي هذه مكرونه بشاميل سلام 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 الله يعافيك عطل ها ربي تعال هنا يلا كم يبي يبي حبه باقي الايس كريم وباقي الذره وباقي الحياه الزينه يلا يا شباب دقيقه ايوه استاذ عبد الله يمارس التقطيع الا يلا بدأ بالسلام بدأ بالسلام هنا تمر هنا تمر ترى فين لا والله ما احط لك شيء والله ما هذا هذا انا بنصلي ها لا لا خلاص والله بنات اللي يبغى تمر اللي يبغى صينيه لك هذه سرقته ابو طلق سلم جربت ذاك طيب ولا ايوه لا ها يا شباب ها يا لبشار اجودك اللي يبغى فشار يلا هك هك امسك تعال خذ اللي يبغى فشار يجيك قوي يدك اسبيعي خله 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 امسك الصحن صح يا استاذ فيصل دونتين لا لا عظيم دونتين يجمعها كذا نبك دوناتين تعطيهم اليوم تو دوناتس تو دوناتس بليز ميه دوب كنت خلاص ها يلا تكلم عظيفان يا ضيفاننا الغلا نظم السر نظم السر عيالي ترى مؤدبين يا ضيفاننا الغلا عيالي مؤدبين ما يساقطون عيالي ما يساقطون صح جملك طب عري ادحم ادحم ابن الورد في اللاعب تو جمال ان انتو طب السر يا ربي يا ربي يا رب حرام يا ادخل مع الري يجلس دقيقه يا عيال والله هذا صاير بدر تصحون هذا ضيفان ضيفان ما حد يضحك على ضيفان انا صار وقف شوي طيب بروح انا بروح روح من ورا يلا تفضل يا شوي يلا يا سليمان قلبي مولع لا تقطع لا تقطع خذ العمارية كلها أم وقد جامرتموني وعدكم وقد لا مللوني وش يا كذا وجودي على النار وصل على النوم ايوه طيب امسك تكفى الرجال يا منسى المقطع والله اني صدقت الوضع الدعقة والله اني حتى الدعقة